رجعنا لكم مرة تانية وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة استوديو الحريف. قبل ما نبتدي الفقرة بس أنا لبست ده من كتر ما الجو برد، أنا أسفة. خلونا نتكلم عن استوديو الحريفة النهاردة، هنتكلم عن الأهلي. الأهلي هيبدأ مشواره في بطولة إفريقيا يوم السبت اللي جاي قدام الهلال السوداني، ومن بعدها هيكون عندنا مباريات كتير جدا سواء إفريقيا، الدوري، الكاس. فاحنا معانا في الاستوديو النهارده محمد همام الناقد الرياضي علشان يكلمنا عن مباراه الاهلي الاولى في افريقيا ومشواره في البطوله وفي الدوري. برحب بيك يا محمد، منورنا في قناه الاهلي. بنوركم، مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على الساده مشاهدي قناه الاهلي. عايزين نخش في الجد بقى على طول. ماتش الهلال، شايف الماتش ده حظوظنا فيه ممكن تبقى عامله ازاي من وجهه نظرك؟ طبعا في البدايه مباراه طبعا مهمه للنادي الاهلي، خصوصا الهدف طبعا الاساسي هو التتويج بالبطوله والمنافسه على البطوله. مباراه يعني ما لعبناش طبعا الجوله الاولى من مباراه القطن، فبالتاكيد التفكير هيكون خروج طبعا هدف الاساسي طبعا الفوز، وده اللي بنفكر فيه. هدف طبعا نقطه ثانيه، نقطه لسه الاتحاد الافريقي اعلن المباراه من غير جمهور، فنقطه لصالح الاهلي شويه برضو، فيعتبر الكفه متساويه. الهلال طبعا تفكيره على الفوز، خصوصا ان هو خسر الجوله الاولى من سان داونز، فطبعا مباراه ما هياش سهله على الاهلي، لكن برضو اكيد هيكون في دوافع للفرقه، خصوصا ان الفتره الاخيره نتائج من الناحيه المحليه او حتى في كاس العالم للانديه كانت مبشره، وان شاء الله في دوري ابطال افريقيا نحقق الهدف الاهم وان شاء الله الفوز بالبطوله باذن الله ان شاء الله. طيب محمد، عمرو سولية هيغيب عن الماتش، شايف مين ممكن يبقى بديل؟ طبعا في طبعا اليو ديانج، في حمدي فتحي، شفنا مروان عطيه، طبعا ممكن نشوف قندوسي، لكن الموضوع نسبه مشاركته بعيده شويه لان هو لسه طبعا منضم للفريق في الفتره الاخيره. فيعني الخيارات يعني بالنسبه للكولر هتكون يعني بين الثلاث لعيبه، وان شاء الله باذن الله تكون يعني غيابه مش لفتره طويله، كلام انه ممكن يلحق مباراه اسوان، فنتمنى ان شاء الله ان يلحق الفتره اللي جايه، الماتشات اللي جايه في ضغط كبير للفريق، نتمنى ان ما فيش اصابات، الفريق يكون من ناحية الجاهزيه الفنيه والبدنيه مهمه جدا الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. الهلال خسر قدام سان داونز في اللقاء الاول 1-0. في فرق لما بتخسر الماتش اللي بعدها بتبقى يعني اقوى بكتير وعايزه بقى ان هي تكسب، وفي فرق العكس شويه نفس العامل النفسي بيقل والكلام ده كله. انت شايف الهلال من انهي نوع من الفرق، وشايف هل هم انهم خسروا الماتش اللي فات ده ممكن يديهم دافع ان هم يلعبوا قدام الاهلي بشكل معين، او يبقوا عايزين يكسبوا ماتش الاهلي؟ هم اكيد عايزين يكسبوا، بس قصدي انه يبقى الدافع اقوى. طبيعي ان اي فريق بيلعب على ارضه، خصوصا ثلاث مباريات على ارضه وثلاث مباريات بره ارضه، تفكير على ثلاث مباريات على ارضه التفكير فقط في الفوز، اي نتيجه تانية بيعتبر ان حظوظه في التاهل صعبه، على عكس الاهلي عنده اكتر من احتمال، فدي اللي هتكون من نقطه مهمه جدا حاطة اكيد طبعا في الحسبان سواء للجهاز الفني او للعيبه. فالهلال اول جوله ما وفقش وخسر من سان داونز، اللي يعتبر مرشح مهم ومرشح منافس للاهلي على الـ على الـ على الصداره او على التاهل. فالهلال يعتبر تفكيره الاساسي على الفوز فقط. الهلال برضو شفنا في تدعيمات الاداره عملتها في الفتره الاخيره، معاهم مدرب عنده خبرات كبيره جدا في افريقيا، درب نهضه بركان وقبلها كان في فيتا كلاب. المباراه يعني طبعا شايف اكيد انهم هيضغطوا بشكل كبير، يعني هيبقوا زي بيقولوا ايه يجيبوا اخرهم في الماتش ده. الهلال طبيعي ان هو هيكون هيدخل بالشكل ده او بالاستراتيجيه دي، اكيد ان الاهلي حاطط في تفكيره في الهلال هتفكيره في الفوز، لكن على عكس بالشكل ده ان في الاهلي خبرات برضو في افريقيا،
برضو السنين الأخيرة لعبنا الهلال في أكتر من مرة، سواء النسخة اللي فاتت أو نسخة 19-20 مع فايلر، فأكيد إن إحنا في الفترات الأخيرة لعبنا الأندية السودانية عندنا برضو يعني زي متعودين على الأجواء، خصوصا إن هم بيلعبوا في وقت برضو وقت العصر، ده وقت مهم جدا إن إحنا لسه برضو عاوزين نبتدي نعود، وكان حتى التدريب النهاردة الصباحي النهاردة، فنبتدي إن إحنا نتعود على التوقيت وعلى الجو في نفس الوقت برضو، خصوصا إن الأندية السودانية متعودة إن معظم مبارياتها بيلعبوا في التوقيت ده، وإحنا أغلب المباريات اللي بنلعبها في العصر نتائجها ما بتبقاش ولكن الموضوع اتغير بعض الشيء، كان خصوصا مع فايلر، واكيد كولر حاطط النقطه دي في التفكير وفي حساباته كده. حلو قوي. طيب يا محمد، نروح لكولر بقى، وكولر عنده مرونه في التشكيل، وتفتكر ان هو في الماتش ده نتيجه لاجهاد بعض اللاعبين ممكن يختار حد بره التشكيل الاساسي زي مثلا سافيو، زي ياسر ابراهيم، تفتكر ممكن يعمل كده؟ يعني في الخيارات عند كولر في بعض المراكز متوفره، الإدارة دعمت الفريق يعني هنقول بنسبة كبيرة جدا في بعض المراكز، أكيد أكيد في الناحية الدفاعية شفنا في المباراة الأخيرة كان غياب محمود متولي والدفع بياسر إبراهيم، ممكن نشوف محمود متولي بيرجع تاني، في معاه محمد عبد المنعم، في من الناحية الهجومية نتكلم على وجود اكتر من عنصر، سواء كان حسين الشحات وشفنا تألقه في الفتره الاخيره، او ناحيه محمد طاهر او كهربا، في النقطه دي يعني بالنسبه لكولر عنده خيارات كتيره ممكن يقدر يستخدمها او يلجأ ليها، لكن الاهم الجاهزيه البدنيه، تركيز، خصوصا ان يعني نتمنى ان الاهلي يحقق فوز اول في السودان، تاريخ الاهلي مع الهلال في السودان ما كانش يعني الفوز من حلفنا، لكن بنتمنى ان شاء الله ان نحقق الفوز ويكون فوز زي ما بيقولوا كده، يعني نفك بقى العقده او نحسن ان شاء الله يعني. طب قندوسي، انت شايف ان المباراه اللي جايه الافضل ان هو يبدا بيه، ولا انه ما يلعبش الماتش الجاي، ولا يكون على الدكه؟ يعني شايف قندوسي ممكن يبقى ليك دور في الماتش الجاي؟ كولر من يعني معودنا ان ممكن يعمل مفاجاه في اي وقت، يعني شفنا ابرز مثال مثلا كهربا قعد فتره كبيره جدا كان غايب، في اول مباراه مع سموحه سجل وصنع، بعدها في ماتش الزمالك قدم مستوى مميز جدا بعد كده، فممكن نفاجئ ان يدفع بقندوسي، خصوصا ان اللاعب يعتبر جاهز من الناحيه البدنيه والفنيه مع المنتخب الجزائري المحليين، كمان اللاعب اكيد عنده الحافز والدافع ان هو يحقق شيء في انتقاله للاهلي، فقندوسي كمان من اللعيبه اللي يعني بلغه الكره اللعيب الحريف المهاري، ان هو يقدر يدخل مع الفرقه، ونتمنى ان هو ان شاء الله يكون اضافه مهمه جدا، وان شاء الله باذن الله انا يعني على الصعيد الشخصي ورايي الشخصي ان شاء الله هيكون من الصفقات المميزه جدا للنادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه، ونتمنى بس ان يدخل في الوقت المناسب، بحيث ان هو ما يعني بلغه الكوره ما يتهزش كمان ان شاء الله. طب محمد، الاهلي احنا قلنا ما قدرش يفوز ولا مره على الهلال، طيب من وجهه نظرك كولر يعمل ايه عشان يقدر يعدي المواجهه الصعبه دي، وايه التشكيل الامثل من وجهه نظرك كده اللي ممكن يخلينا في حته كويسه؟ طبعا لو هنتكلم على نقطه من الاخر يعني كلام نقطه التشكيل، في بعض المراكز طبعا لا خلاف عليها، نتكلم ان في وجود الشناوي، وجود علي معلول، وجود محمد هاني قدم برضو من المستويات المميزه جدا ولازم نشيد بيه وبالدور اللي قدمه في الفترات الاخيره مع النادي الاهلي، وجود محمد عبد المنعم، متولي، ديانج، حمدي فتحي، وهنشوف بقى ان هو هيرجع تاني برضو ممكن يفكر ان هو يلعب في ثلاثه في نص ملعب، ولا ممكن يرجع بثلاثه ورا الهجوم، سواء كان بقى حسين الشحات او قفشه او طاهر او نشوف كهربا، ففي بعض المراكز يعني ما فيش فيها جدال، هو ممكن الجدال كله هو الكلام كله هو مين اللي في الهجوم، فاظن ان هو هيلجأ شويه للسرعات،
خصوصا ان برضه فريق الهلال السوداني يعني بعض الشيء دفاعه مش بالدفاع القوي، وده عادة حتى الانديه السودانيه. اكيد برضه التفكير هيكون ان التفكير في دفاع فريق الهلال في الفتره الاولى او في الدقائق الاولى يحاولوا ان هو يسجل هدف، لكن اظن وده عادة يعني اي مدرب خصوصا مع كولر هيقسم المباراه لفترات بحيث ان هو يحاول ان هو يخرج باكبر مكسب من الماتش ده ان شاء الله. انت قلت معلول، بعتقد معلول هيلعب الماتش الجاي، اعتقد انه اجهاد لعب كل الماتشات اللي فاتت ده ممكن يخليه اعتقد مش موجود، ولا شايف ايه؟ والله هو يعني معلول طبعا اظن ان من الصعب ان معلول يكون ليه بديل، يكون ليه بديل خصوصا دي اظن من حتى كان اكتر من فريق. يعني شفنا مثلا فريق الامريكي في كاس العالم للانديه سياتل مدربهم اتكلم على معلول وديانج، مدرب اوكلاند سيتي اتكلم على معلول، فاكتر من فريق شايف ان قوه الاهلي من الخط او من جانب معلول. فاظن ان كولر مش هيفرط في سلاح زي سلاح معلول حتى لو في اجهاد، لكن اكيد في برضه راحه الفتره الاخيره شويه بعد في ما بين كاس العالم للانديه وما بين مباراه الهلال. اظن ان كولر مش هيحاول ان هو يعني يفرط في سلاح مهم زي سلاح معلول. اكيد يا رب ان شاء الله. طيب شايف مين اكتر فريق هيسبب مشاكل للاهلي في دور المجموعات؟ يعني مين الفريق الرزل زي ما بنقول؟ جدال طبعا على سان داونز. سان داونز طبعا من الانديه اللي لعنة. لا الحمد لله، يعني احنا الفترات الاخيره يعني قدرنا تفوقنا عليهم، وحتى يعني من بوابتهم خدنا بطوله دوري ابطال افريقيا. صحيح وما بنتفوقش عليهم شويه في دور المجموعات، لكن في المراحل المواجهات الاقصائيه كنا لينا الرياده بالنسبه لنا ضدهم. طبعا صن داونز من الفرق اللي يعني مرشحه طبعا للبطوله نفسها، نادي بيدعم بشكل كبير جدا من ناحيه الصفقات، ويعتبر من الانديه اللي بقت تصرف بشكل كبير جدا على الصفقات والتدعيمات. كمان حاجه يعني غريبه ان في ماتشات الاهلي حتى ما بيختاروش الملعب الاساسي اللي هم بيلعبوا، يعني مثلا ملعب اللي لعبوا بيه الهلال مش هيلعبوا بيه اكيد طبعا ماتش الاهلي. ففي ماتشات الاهلي بالتحديد يعني بيبقى ليهم تفكير خاص ومواجهه خاصه مع النادي الاهلي، وطبعا ده حاجه اساسيه من اعتبار النادي الاهلي اكبر انديه القاره واكثر فريق تتويج في البطولات القاريه. فاكيد طبعا صن داونز القطن الكاميروني يعتبر هو الحلقه الاضعف في مرحله المجموعات، ويلي طبعا صن داونز في المنافسه هو الهلال السوداني. اوكي حلو قوي. نروح بقى من افريقيا، عايزين نروح للدوري. الاهلي متصدر الحمد لله جدول الدوري، لسه ليه ماتشين مؤجلين. ثلاثة الاسماعيلي. حلو قوي، ثلاث ماتشات مؤجله. شايف مشوار الاهلي في الدوري الممتاز لحد دلوقتي من وجهه نظرك عامل ازاي؟ طبعا يعني يعتبر الاهلي حسم نص المشوار تقريبا، مع اعتبار طبعا في مباراتين في الدور الاول سواء كان ماتش الحرس الحدود او المقاولين العرب، مع مباراة الإسماعيلي في الدور الثاني. الأهلي طبعا يعني قدم دور أول مميز جدا سواء ككرة أو نتائج أو ناحية الأهداف المسجلة أو حتى الأهداف اللي دخلت مرماه. في بعض ممكن بعض الفترات كانت مهزوزة شوية، لكن الأهم أن احنا خرجنا بأكبر عدد نقط في الدور الأول، مع إن شاء الله بإذن الله يعني نكسب المؤجلات هنحقق فارق في النقط بشكل كبير عن المنافسين. لكن الأهم الدور الثاني بيكون دور صعب، خصوصا الأندية سواء الأندية الكبيرة أو الأندية اللي بتنافس على الهبوط هيحاولوا يحققوا أكبر عدد نقط، وخصوصا في أهداف طبعا مختلفة. بعد مباراة الهلال في مباراة أسوان في أسوان برضو في نفس التوقيت مع زي توقيت ماتش الهلال وفرق عامل زمني قليل. نتمنى طبعا ان يكون عامل ما يكونش فيه اجهاد على الفريق بعد مباراه الهلال، خصوصا ان مباراه اسوان ما هياش مباراه سهله. شفنا اسوان على ملعبهم ضد فرق الدوري يعني حققوا نتائج كبيره باداء ومجهود ومستوى، فمباراه ما هياش سهله. اتوقع ان الاهلي ان شاء الله لو قدر ان هو يحقق نتيجه طبعا باذن الله الفوز مع من اسوان يبتدي ندخل في مباريات تتلعب في القاهره في توقيتات طبعا
نتكلم في توقيتات بالليل برضو من ناحيه مش هيكون في من ناحيه العامل البدني اكبر من زي مباراه اسوان او مباراه الهلال. ففي ضغط مباراه الفتره اللي جايه اكيد كولر حاطط في الحسبان ان هو طبعا هيلجا للعناصر كلها، يعمل اسلوب المداوره اللي هو حتى هو قال واتكلم عنها علشان يحاول يتغلب على نقطه الاجهاد وضغط المباريات على اللعيبه. حلو. طب محمد، احنا جات لنا معلومه كده من رشاد عندنا في الاعداد عن مقاله طائر اخترعها كولر بالظبط، واتكلم عنه طبعا كريم فؤاد. كريم فؤاد، واتكلم عنه حسن المستكاوي. انت بتكتب بقى مقالات وبتنقد وكده، كلمني بقى عن الحته دي شويه. وعن كريم فؤاد كمان. طبعا بنتمنى له طبعا ربنا يرجعه بالسلامه. كريم كان يعتبر ورقه مهمه جدا كولر عملها الصراحه. كانت بدايته مميزه جدا كريم، شفناه في مركز يعني يعتبر جوكر، من لاعب دفاعي للاعب هجومي يقدر ان هو يسجل، وكان من اللعيبه اللي ليها يعني اساهم كتير في الاهداف للاهلي في بدايه الدوري. فنتمنى له ان هو يرجع زيه وزي اكرم توفيق ان شاء الله. طائر اختراع كولر طبعا يعني لعيب يعني شفناه ان هو كان في مركز مختلف خالص، بنتكلم لاعب دفاعي لاعب هجومي. تفكير المدرب طبعا كان يعني مش سهل ان كولر يحاول لاعب من مركز مختلف عن مركز خالص ويتألق. فده ورقه يعني زي ما بيقولوا كده يعني اخترعها او خلقها من لا شيء. لكن حابب قبل ما اتكلم عن النقطه دي اتكلم ويعني يعني حاجه بسيطه جدا، ان لما جيت عملت الموضوع ده او عملت التقرير ده كان تفكير برضو معايا واحد زميل ليا او شخص ليا عزيز ليا الصراحه، هو في المكان اللي انا فيه، فهادي المدني، وانا الصراحه لازم اشيد يعني واحييه لان هو برضو ساعد معايا او ساهم معايا في فكره التقرير ده. فلازم الصراحه اشيد بيه يعني واحييه من مكاني هنا. فنقطة كريم فؤاد، احنا نقطة كريم او اي لعيب في عموما في النادي الاهلي بالنسبة لنا بيكون حاجة كويسة جدا ان احنا نشوف مدرب جاي يشتغل، مش جاي يعني يحط لعيبة و 11 لعيب في تشكيله وخلاص. ومش كريم بس اللي لعب في مركز غير مركز، وكان بنتكلم انه كهربا كمان بيلعب في مركز. صحيح. حمدي فتحي كذا لعيب، ولعيبة كمان كنا شايفينهم يعني اصابات اثرت عليهم ابعدتهم، واحنا بنتكلم عن هنا على محمود متولي لعيب كنا شايفينه مظلوم جدا من الاصابات وحجم الاصابات والغيابات اللي هو غابها، لكن قدر ان هو يرجع ويكون من العناصر المهمه جدا في النادي الاهلي، وحتى دخل منتخب مصر لولا برضه سوء الحظ واتصاب برضه واستبعد من المنتخب. لكن شفنا ان في شغل زي ما بيقولوا كده باين من كولر، وبنتمنى ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه تترجم اكتر من ناحيه البطولات. قدر كولر يكسب السوبر المصري، وان شاء الله البطولات اللي جايه سواء دوري او دوري ابطال افريقيا او كاس مصر، نتمنى ان شاء الله تكون بطولات من نصيب وحظ الاهلي ان شاء الله السنه دي. يا رب يا رب ان شاء الله. من وجهه نظرك شايف، احنا اتكلمنا عن افريقيا، اتكلمنا عن الدوري، الكاس نهائي كاس مصر بين الاهلي وبيراميدز، شايف الماتش ده ممكن يبقى عامل ازاي؟ خصوصا انه اكيد هيبقى بعد الضغط برضو ماتشات كبيرة، يعني انت هتبقى جاي من خناقة ماتشات زي ما بيقولوا. الضغط هيكون زي ما بيقولوا كده كفة برضو متساوية. بيراميدز بيلعب في الكونفدرالية، مجموعة بيراميدز برضو ما هيش سهلة، خصوصا بعد تعادله مع الجيش الملكي في الجولة الأولى، في وجود فيوتشر برضو، فبيراميدز هيكون برضو بيعاني من نفس المعاناة اللي هيعانيها النادي الأهلي. فكفة متساوية. بطولة كاس 90 دقيقة بطولة، فشوفنا بيراميدز في مباراه نصف النهائي كان ب 10 لعيبه، قدر ان هو يلعب 120 دقيقه بضربات او ركلات ترجيح وقدر ان هو يكسب. فبرضه في نفس الوقت هيكون في حافز كبير على عند بيراميدز، عاوزين يحققوا اول بطوله ليهم، وجود لعيبه خبرات كتيره ووجود لعيبه عاوزين يحققوا اول بطوله ليهم مع بيراميدز علشان زي ما بيقولوا كده يثبتوا ان هم جايين يعملوا حاجه لبيراميدز. فمباراه ما هيش سهله، لكن في الحسبان النادي الاهلي طبعا اكيد اكيد اي بطوله بيدخلها لازم يحققها، خصوصا ان بطوله الكاس يعني خسرناها النسخه اللي فاتت، فاكيد الهدف الموسم ده ان احنا نحققها.
شايفين ان الاهلي مع بيراميدز في الفترات الاخيره قدر ان هو يحقق نتائج كبيره جدا، خصوصا المباراه الاخيره مثلا كان 3-0. فيعني بنشوف ان حتى كولر حتى في الماتشات الكبيره بيعمل مستويات، سواء مستوى اداء او نتيجه. فان شاء الله بنتمنى ان يكون فوز من حليف الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله انت شايفها متساويه، بس هو الفريق اللي هيغيب عنه التوفيق هو اللي ممكن يخسر. لكن الاهلي برضه يمتلك الافضليه بحكم شعبيه الاهلي وبحكم جماهير الاهلي. اكيد طبعا في النهائي هيكونوا متواجدين وهيكونوا بيدعموا الفريق، وده حاجه بتحفز اللعيبه، خصوصا ان بطوله تانية بعد بطوله السوبر المصري، وعندنا طبعا بطوله الدوري. فان شاء الله باذن الله يعني زي ما بيقولوا كده يكون سيطره محليه الموسم ده للاهلي ان شاء الله. ان شاء الله الدافع النفسي برضو يخليهم يتحركوا لده. صح صح. احنا للاسف الشديد خلصت وقت فقرتنا، انت نورتنا يا محمد، وان شاء الله تنورنا تاني يا رب. يا ربنا يسمع منك وكل التوفيق كده يبقى للنادي الاهلي في كل اللي جاي باذن الله. خلصت حلقتنا، هنروح دلوقتي لفقره استشاره طبيه، بس هتكون من حلقه سابقه. استنونا الاسبوع اللي جاي في حلقات جديده ومواضيع مهمه، ونحتفل مع بعض يوم الاحد باذن الله يا رب بفوز النادي الاهلي ان شاء الله.